يا هلا يا هلا حبايب قلبي، مساكم الله بالخير. ايش اخباركم؟ كيف الصحه؟ طيبين؟ صلى الله يحفظكم. اليوم انا غاط عنكم لاني موجود مع الشباب. هلا هلا وسهلا. اليوم هين هين اليوم احنا في وادي دربات. الله وما ادراك ما وادي دربات. شوفوا روهم الجمال، شوفوا ما شاء الله الاطلال الجميله على هذه البحيره. ايش رايك؟ بس النات حاسب. ايش رايك بالمكان؟ والله ما شاء الله صراحه مش قادر اتقبلنا على الموضوع بالخليج. تخيل. اي والله تبارك الرحمن. الله يهنيكم ان شاء الله. امين يا رب. صلاله ان شاء الله كل موسم اجمل واجمل. اللهم امين. شوفوا شوفوا حركه المهيت. ها ضروري في السنة. يا شباب يلا زيد. اي 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 شباب شباب لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا. ما شاء الله ما شاء الله. الحين جايين صوب هذا الشلال. يا سبحان الله على هذا المنظر طبيعي، الهدوء السكينة، بس الطبيعة تكلمك الطبيعة. إن شاء الله ما شاء الله جايين الحين تحت هذا الشلال ويضربك الهواء. شباب امانه شيء غاوي. كيف غاوي شيء يعني من الجنه من الجنه. ما شاء الله ما شاء الله. والله والله العظيم يا ريمي. قول لي والله مال في طاولتك هني التكي تحط قعدتك تسوي هذا اسوي لك المغطره قهوه لك الشاي اسوي لك بي 60 والله وتشرب ايش تبي بعد؟ والله تصفي ذهنك حال كم سنه قدام. والله شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. بس الورد هاي ايش رايك؟ الورد هني الموضوع هاي عشان خاطر عيونك. والله بس والله العظيم هني الموضوع. الله ما في ورد ترى ما استنى. الله عليك الله عليك.